سنن تقال في الصباح. أول سنة آية الكرسي وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من ثمراتها من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. هذا الحديث رواه الإمام النسائي وصححه الألباني. اثنين، السنة الثانية المعوذات، وهي قل هو الله أحد، وأيضا قل أعوذ برب الفلق، وأيضا قل أعوذ برب الناس. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي. ومن ثمراتها من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء، كما في نفس الحديث. السنة الثالثة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. وهذا الحديث رواه مسلم. وفي المساء يقول أمسينا بدل أصبحنا، ويقول ربي أسألك خير ما في هذه الليلة بدل اليوم. السنة الرابعة وهي قول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي. وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. السنة الخامسة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فأنا لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. من ثمرات هذا الدعاء من قالها موقنا بها حتى يمسي ومات من ليلة دخل الجنة. السنة التاسعة قول حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات. أخرجها ابن السني مرفوعا وأبو داود موقوفا. ومن ثمراتها من قالها حين يصبح ويمسي سبع مرات كافاه الله ما هم من أمور الدنيا والآخرة، كما في الحديث نفسه. السنة العاشرة قول اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم أستر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي من فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أقتال من تحتي. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجة. السنة السادسة الإحدى عشر قول اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوء أو أجره إلى مسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود. السنة الثاني عشر قول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد. من ثمراتها من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لن يضره شيء في هذا اليوم، كما في الحديث نفسه. السنة الثالث عشر قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي والإمام أحمد. ومن ثمراتها من قالها ثلاثا حين يصبح وحين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة، كما في الحديث نفسه. السنة الأربعة عشر على المسلم أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا الحديث رواه الإمام الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أيضا السنة الخمسة عشر أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد. أيضا السنة الستة عشر قول سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ومن ثمراتها من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وأيضا ثمرة ثانية في كلمة سبحان الله وبحمده
لمن قالها حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. أيضا السنة 17 قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة إذا أصبح. هذا الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم. ومثمراتها من قالها 100 مرة في اليوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان في يومه الذي قالها كما في الحديث. السنة 18 استغفر الله وأتوب إليه 100 مرة في اليوم، وهذا الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. أيضا السنة 19 أن يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وهذا الحديث رواه ابن ماجة. وأيضا السنة 20 سبحان القول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. أيضا السنة 21 قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجة وأيضا الإمام أحمد. وكلما قال المسلم ذكر من هذه الأذكار طبق سنة من سنن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.